Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. صباح الخير جميعا. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو هنتكلم على نقاط مهمة جدا في الفرنسي. أول نقطة معانا النهاردة بتعرفنا إزاي نسأل على أي حاجة غير عاقل. عشان نسأل على حاجة غير عاقل بنستخدم أداة استفهام ماذا؟ Que. ماذا؟ Que. أو Qu'est-ce que. يبقى que أو qu'est-ce que الاتنين معناهم ماذا وبسأل بيهم على أي شيء غير عاقل زي ما انتوا شايفين في الإيماج الحاجات الغير عاقل دي كلها لو عايزة أعرف إيه هي أو أتساءل عنها بسأل بكو أو qu'est-ce que طيب أنا لو عايزة أسأل وأقول ما هذا عايزة أعمل سؤال كامل أقولها إزاي qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que يعني ماذا c'est هذا يكون ماذا هذا يكون Qu'est-ce que c'est? طيب لو هرد على سؤال زي ده هعمل ايه هرد بهذا يكون سي واكتب جنبيها الحاجه اللي انا بسال على اسمها لو مفرد هقول سي لو جمع هقول سو سون سو سون يبقى Qu'est-ce que c'est? سي او سو سون تمام يبقى أول جزئية أخذناها في فيديو النهاردة بتكلمنا على أدوات الاستفهام اللي هستخدمها مع الأشياء الغير عاقل كو وكاسكو ولما هعمل سؤال كامل هيبقى كاسكو سي وإجابتها سي أو سو سون طيب الجزئية الثانية بتكلمني على إيه؟ بتكلمني على حاجة اسمها les articles indéfinis les articles أدوات indéfinis النكرة يعني إيه أدوات النكرة؟ يعني لو بسأل على حاجة ومش هحط في اسمها ألف ولام يعني مفيش حاجة اسمها الكتاب لا هشيل ألف ولام يبقى إيه؟ كتاب الكراسة هشيل ألف ولام يبقى كراسة كتاب هنا كلمة غير معرفة ليه؟ عشان ما فيهاش ألف ولام فإيه الأداة اللي هحطها بدل الألف ولام في الفرنساوي؟ تعالوا نتعرف عليهم أول أداة هي أداة الشنب الشنب دوت يعني أداة بتتحط قبل أي كلمة مذكر في الفرنسي اسمها أن إيه ده يا مدام؟ مش دي أن بتاعت وان في الأرقام؟ فعلا هي هي أن وزي ما أنتوا شايفين شنب يعني إيه؟ يعني بتتحط قبل أي كلمة مذكر طيب يون زي ما أنتوا شايفين تعبر عن إيه؟ توكيت بنات يبقى هي ان بتتحط قبل اي كلمه ايه مؤنث طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه ان ارتيكل بتتحط قبل المذكر وان ارتيكل بتتحط قبل المؤنث طيب لو الكلمه جمع دي دي يبقى ليز ارتيكل انديفيني ادوات النكره عندي للمذكر ان للمؤنث ان للجمع دي طيب دلوقتي انا اخدت الجزئيه الثانيه يبقى الجزئيه الاولى عرفت هسال على الشيء الغير عاقل ازاي الجزئيه الثانيه هجاوب طيب تعالوا نستخدم الاجابه بقى مع ادوات النكره اللي احنا اتعلمناهم لو قلنا السؤال تاني كاسكو سي ما هذا هجاوب واقول سيتا يعني هذا يكون والان دي دليل على ان الكلمه اللي بعديها مذكر سيتا سي وبعديها ان مدام حضرتك ليه نطقت التي بتاعت سي المره دي علشان الان اولها او فويل فاكرين مسيو فويل نرجع تاني للفيديو بتاع مسيو فويل ونفتكر الحروف بتاعت مسيو فويل بتعمل ايه بتخلي الحرف اللي قبليها يتنطق فلو هي سي من غير كلمه بعديها تتنطق سي لكن بما ان جه بعديها كلمه أو أداة أولها حرف فويل زي الأو فأنا مضطر دلوقتي أربط وانطق التي وأقول ستة طيب كده دي حاجة مذكر طب لو حاجة مؤنث هقولها إزاي ستون ستون طب ليه اتنطقت هنا عشان جي بعديها أداة أو كلمة أولها فويل هو اللي خلى التي تتنطق فبقت تتقري ستون جميل طيب لو جمع احنا اتفقنا انه لو جمع بنقول سوسون طيب ولو جمع الارتيكل انديفيني تبقى ايه دي سوسون دي ايه ده انا ما قريتش التي بتاعت سوسون ليه
عشان ال دي مش فويل فمش هنطق الحرف اللي قبله سو سون دي يبقى كاسكو سي اجابتها بتبقى سيت ان او سيت اون او سو سون دي تمام نيجي لاخر جزئيه معانا النهارده وهي بتتكلم على les affaires scolaires les affaires scolaires يعني الادوات المدرسيه وبتتكلم على حاجه مهمه جدا على ادوات مهمه جدا احنا بنستعملها طول الوقت انا قسمت لكم الادوات لجزء مذكر وجزء مؤنث ولو هيبقوا جمع هنشوف شكلها هيبقى ازاي اول حاجه لو اتكلمنا على الادوات المذكر هتبقى اجابتها لو سالت سؤال كاسكو سي اجابتها هتبقى سيتان سيتان تعالوا نشوف بقى حاجه حاجه من الافير سكولير او الادوات المدرسيه اللي بنستخدمها في حياتنا اول حاجه ان تابلو ان تابلو يعني ايه تابلو بصوا كده يعني ايه سبوره يبقى ان تابلو سبوره طيب اللي بعديها ان بون ان بون يعني ايه شوفوا كده البنوته دي قاعده على ايه لا دي مش ترابيزه دي تلميذه قاعده على الديسك بتاع الطلبه اللي هو ايه زي ما بنقول عليه كده بالعربي دكه الديسك اللي في الفصل التلميذ بيقعد عليه اسمه ان بون او اي على فكره دكه كمان يعني بيبقى ساعات في بون تاني في الجنينه في النادي بنقعد عليه ده اسمه بون طيب بس هو مشهور هنا على انه الديسك بتاع التلميذ ان ليفر ان ليفر مشهور قوي الكلمه دي ان ليفر كتاب ان ليفر ان كايي ان كايي يعني ايه كراسه ان كايي ان ستيلو ان ستيلو يعني ايه ان ستيلو قلم جاف زي ما احنا شايفين ان ستيلو ان كريون ان كريون يعني ايه كريون قلم رصاص ان كارتابل ان كارتابل يعني ايه يعني شنطه المدرسه كارتابل واخيرا ان بيرو ان بيرو مكتب بس لازم يكون المكتب الكبير التقليدي اللي احنا عارفينه ابو دراج ده ان بيرو تمام يبقى نرجع تاني بسرعه ونقول لو سالنا كاسكو سي والشيء اللي بسال عليه كان ماسكولان يعني مذكر هجاوب واقول ايه هقول سيتان سيتان ايه اول حاجه سيتان تابلو سيتان بون سيتان ليفر سيتان كاي سيتان ستيلو سيتان كريون سيتان كارتابل سيتان بيرو طيب لو حاجه مؤنث هنقول عليها ايه السؤال هيكون كاسكو سي والاجابه هتكون سيتون هنجاوب ونقول تعالوا نشوف امثله على ادوات مؤنثه بنستخدمها في حياتنا اون تروس اون تروس يعني ايه ها مقلمه بنسل كيس اون تروس سيتون تروس طيب اون جام اون جام ها استيكا رابر C'est une gomme. Une règle. Une règle. سبق وأخذناها قبل كده. يعني إيه؟ مسطرة. Une règle. Une table. Une table. C'est une table. منضدة أو ترابيزة. شبه table in English. Une chaise. Une chaise. كرسي. يبقى. لو بسأل على حاجة مؤنثة هقول كاسكو سي وإجابتها هتكون سيتون سيتون تروس سيتون غام سيتون راجل سيتون تابل سيتون شيز وكده أبقى خلصت كلمات المؤنثة لو حد سأل عليها لو أي حاجة من اللي فوق دول جولي في صورة جمع هقول إيه؟ هسأل وأقول كاسكو سي والإجابة هتكون سوسون دي إنهم يكونوا يكونوا إيه بقى؟
des livres. Des livres. سبق وأخذنا livre مفرد un livre معنى كتاب. لما أخليهم جمع des livres تبقى إيه؟ كتب. طيب. Ce sont des gommes. Des gommes. سبق وأخذت une gomme بمعنى أستيكة. لما أجمعهم يبقوا إيه؟ Des gommes. أستيكات. كذا أستيكة. يبقى النهاردة إحنا أخذنا حاجات مهمة جدا. لطيفة وبسيطة وبنستخدمها في حياتنا. أول حاجة إزاي أسأل على شيء غير عاقل. كاسكوسي. لو الشيء غير العاقل دوت. مفرد مذكر هجاوب وأقول سيتان وأقول اسم الحاجة. طب لو مفرد مؤنث سيتون وأقول اسم الحاجة. طب جمع سوسون دي وأقول اسم الحاجة. أتمنى فيديو النهاردة يكون لطيف وبسط لنا حاجات. اللي حافظ الكلمات دي تمام يركز فيها أكتر وفي نطقها، اللي مش عارفها يذاكرها ويحفظها ويعرف نطقها الصحيح وإزاي أجاوب بيها. إن شاء الله أتمنى يكون الفيديو ده مفيد. على prochain فيديو. Au revoir.